السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل مع بعض بسكوت مملح او مقرمشات مملحة للناس اللي بتحب السناكس او المقرمشات. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وجميلة جدا. انا سبت صورة الفيديو الاساسي عشان اسمعكم قد ايه هو مقرمش وخفيف جدا زي ما سمعتوا كده، ومش مكلف خالص. هنعمله بدون بيض وكمان بدون زبدة، هنستخدم فيه الزيت بس. وان شاء الله الوصفة تكون بسيطة وتعجبكم. قبل ما نبدأ يلا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب نص كوباية مية دافية ونحط عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية او الخميرة العادية المتاحة عندك يعني، ومعلقة صغيرة سكر، وهنقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. المية يدوب تكون بس دافية عشان الجو حر، ممكن برضك تستخدمي مية من الحنفية. هسيبها على جنب. بعد كده هجيب بقى البولة اللي هعجن فيها وهحط فيها كوبايتين دقيق، هنخلهم كويس. وبعد كده هحط ربع معلقة صغيرة كربونات او بيكربونات الصوديوم على طرف المعلقة كده، ونص معلقة صغيرة بيكنج بودر، ونص معلقة صغيرة ملح، هنخلهم بردك كويس. وهقلبهم كويس مع بعض المكونات الجافة بالمعلقة كده. هضيف بعد كده بقى الخميرة بتاعتي، انا كنت مستعجلة بصراحة فما سبتهاش تخمر ويتضاعف حجمها، بس انا متأكدة ان الخميرة دي حلوة فمش محتاجة ان انا اختبرها يعني. تمام، هنزل بيها بقى على المكونات الجافة بتاعتي واقلبهم كويس. هضيف بعد كده بقى مية دافية تدريجيا عشان اعجن بيها. المية طبعا حسب نوع الدقيق، يعني تزودي حبة حبة لحد ما العجينة تلم معاكي، تبقى عجينة طرية كده تقدري تشكليها، وما تكونش برضك ملزقة يعني ما تلزقش في الايد. لو لقيتيها بتلزق رش عليها رش دقيق كده. تمام، هفضل اعجن بيها. هضيف بقى معلقتين زيت، معلقتين زيت ذرة كده او ثلاثة، واكمل عجن. هي سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص. بفضل اعجن كده لحد ما تلم معايا وتبقى عجينة طرية. بس كده بقت بالشكل ده، شايفين ما شاء الله طرية ازاي ومش بتلزق في ايدي خالص. هغطيها بقى واسيبها تخمر في مكان دافي ويضاعف حجمها. وده شكلها بعد ربع ساعة، شايفين ما شاء الله ضاعف حجمها ازاي. وفرشت المفرش السيليكون اللي هفرد عليه بقى العجينة، وهرش عليه دقيق عشان العجينة ما تلزقش واعرف اتحكم فيها يعني. ارش دقيق كده كويس. بس كده هبدأ بقى اجيب العجينة بتاعتي واقسمها نصين. بصوا ما شاء الله العجينة طرية ازاي. هقسمها نصين كده. هفردها كده. هجيب بقى النشابة اللي هفرد بيها العجين وارشها بالدقيق، وابدأ افرد العجينة كويس، اخلي سمكها رفيع مش سميك يعني.
عشان البسكويت يكون مقرمش معاكي. بس كده جبت بعد كده القطاعة بتاعت البسكويت. انا حبيت الشكل المربع ده، هبتدي اقطع بيها. لو ما عندكيش القطعات دي استخدمي كوباية وقطعي بيها، هيبقى شكلها مدور وجميل كده بردك، او بالسكينة كده قطعي خطوط بالطول والعرض عشان تبقى مربعات وتبقى شكلها بردك جميل جدا. وضروري بردك تكوني رشة دقيق على الرخامة او المفرش اللي بتفردي عليه العجينة عشان ما يعني عشان تعرفي تشيلي البسكويت بسهولة. هبتدي بقى اشيل بقى الزيادات ديت، وطبعا برجع اشكلها تاني. بس كده هجيب بعد كده بقى الشوكة وابتدي اعمل فيها اشكال او اخرم العجينة، يعني عشان احنا مش عايزينها انها تترفع معايا، دي حاجة مهمة جدا. او ممكن بعصاية الشيش طاووق او بخلة السنان، هنحطها في الدقيق بس الاول، هنحط الخلة يعني في الدقيق الاول وبعدين اخرم بيها العجينة عشان ما تترفعش معانا وتفضل محتفظة بالسمك بتاعها. تمام، بس انا حبيت استخدم الشوكة اسرع، وكمان بتدي شكل حلو ومنظم كده للبسكويت بتاعي. بعد كده هجيب طبق احط فيه معلقة مية ونص معلقة صغيرة زيت، وهدهن بيه وش البسكويت عشان لما ارش عليه الملح يثبت. تمام كده، وهحتاج طبعا ملح يكون خشن مش ملح ناعم. تمام، عشان يبان، عشان يثبت بردك على وش البسكويت. وكمية الملح طبعا مش كمية كبيرة، حاجة بسيطة كده او معقولة يعني، بلاش تزودي عشان يكون الطعم حلو ومظبوط. تمام، هجيب بعد كده بقى الصينية اللي هسوي فيها. لو ألمونيوم زي بتاعتي هتدهني زيت، لو بايركس مش هتحتاج ان انت تدهنيها. بس كده هرصهم وادخلهم الفرن، انا مشغلة من قبلها، مش بتاخد وقت كتير خالص، حوالي 10 دقايق يعني. لو انت عاملاها رقيقة مش هتاخد معاكي وقت خالص. لما تتحمر من تحت تاخد لون كده، هتولع عليها الشواية تاخد بردك لون بسيط من فوق. وهكمل بقية الكمية كلها بنفس الطريقة. هيطلع معانا بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه، ما شاء الله مقرمش، واخد لون يجنن. وزي ما سمعتكم كده في اول الفيديو، البسكويت مقرمش جدا وخفيف. لو انتي قطعتيه سميك شوية هيكون معاكي يعني هش ومفرغ من جوه وجميل بردك، بس مش هيكون مقرمش. اوكي، بس اللي بيحبوه مقرمش زيادة هيعملوه رقيق زي ما انا عاملاه كده اهو، زي ما انتوا شايفين. زي ما قلتلكوا هو سناكس لذيذ جدا وسهل خالص، وطبعا مش مكلف، ما استخدمناش ولا بيض ولا زبدة، مكونات كلها موجودة في البيت. عملت بقى جنب كوبايه الشاي اللذيذه، بس المره دي عملت شاي ساده. وشايفين شكل البسكويت جميل ازاي، يشرفك بجد قدام ضيوفك. ما تنسوش بقى اللايك والشير، ولو انت اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اتمنى تكون وصفه خفيفه وسهله عليكم، وتابعوني دايما على قناتي شاي بحليب. بإذن الله هنعمل مع بعض وصفات كتير حلوة، زي ما عملنا قبل كده بسكوت ال10 دقايق وبسكوت بثلاث مقادير بس، بسكوتات كلها اقتصادية وسهلة، وطبعا ما شاء الله طعمها جميل جدا. هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. أتمنى اللي ما شافوش الفيديو يدخلوا يشوفوه ويقولولي رأيكم في التعليقات. وأشوفكم على خير في فيديو وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.